السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. أعاد الله علينا باليمن والبركات والمحبة، ويا رب تقبل مننا الصيام وقيام الليل والركوع والسجود وسائر الأعمال يا رب العالمين. مرحبا في فيديو جديد من الفيديوهات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة ولايك عشان يجيلكم كل جديد يا رب العالمين من الموضوعات المفيدة. النهاردة هتكلم على موضوع من الموضوعات اللي تهم الكثير من المصريين بالذات، ودي حاجات متعلقة بالسفر. الموضوع ده عبارة عن التصريح الأمني. ناس كتير أوي تسمع عن التصريح الأمني للسفر، تمام؟ يعني ايه كلمة التصريح الأمني؟ التصريح الأمني اللي هو عبارة عن موافقة السلطات المصرية للمصريين على سفرهم لبعض من الدول من اي مطار مصري. تاني، موافقة السلطات الامنية المصرية على سفر المصريين لبعض من الدول الى اي من المغادرة من اي مطار مصري، تمام. وتصريح الامني وفقا للقانون في مصر يعطى لمن هم دون الـ40، يعني اللي اقل من 40 سنة هم اللي عليهم ايه التصريح الامني. دول اللي فوق الـ40 هم اللي ممكن يسافر الدول دي من غير تصريح امني. طيب ايه هي الدول دي؟ في بعض الدول مصر يعني شرطه انه لازم تحصل على تصريح امني عشان تسافر، هما حوالي 16 دوله، وتقريبا للاسف الشديد النظام كل فتره بيفرض دوله جديده عليها. طبعا التصريح امني لدول اللي هو بيبقى فيه دول انت يعني كمصر ليك معاها مشاكل سياسيه وبعض المشاكل الأمنية وبعض المشاكل في أساليب يعني أسباب تانية. الدول دي طبعا أشهر الدول دي طبعا قطر وتركيا إيران، طبعا الكيان الصهيوني، دول الأشهر. في بعض الدول اللي ليها تصريح أمني واللي يعني يخيل للمصريين إنه مفيش أن العلاقات كويسة بين الدول دي، ولكن للأسف ليها تصريح أمني. طبعا دول دي زي الاردن، وماليزيا وفيتنام وجورجيا، وجورجيا احدث الدول اللي انضمت للتصريح الامني، واندونيسيا يعني هي دي، وكوريا الجنوبيه، تمام. طبعا في حاجه تم ملاحظتها، يعني طبعا بالنسبه لقطر وايران وتركيا عامه الناس عارفين السبب. جيت ابحث واشوف طب الدول دي مشكلتها في ايه. اولا انا وجدت انه كوريا الجنوبيه الفيزا بتاعتها فري ليها، بمعنى ان يعني جواز السفر المصري حامل الباسبور المصري يقدر يروح كوريا الجنوبيه من غير تاشيره، ومع ذلك عامل لها تصريح امني. خلاص. الاردن هي الدوله العربيه الوحيده اللي حامل جواز السفر المصري يقدر يروحها من غير فيزا، ومع ذلك معمول لها تصريح امني. خلاص. طب بالنسبه لجورجيا وبالنسبه يعني اندونيسيا وماليزيا، دي الدول دي اللي هي ايه، يعني جورجيا من الدول اللي هي بيبقى تقدر انك انت تدرس في اوروبا الشرقيه وتاخد ماجستير ومش عارف ايه، وفي اعلانات في الجرايد عنها كتير، تمام. واندونيسيا وجهه او قبله المسلمين، يعني من دول اللي هي تعتبر قبله للمسلمين، والمسلمين هناك بييجوا هناك. وماليزيا نفس الحكايه، واعتقد قريت كمان اوكرانيا. بشكل عام انا لاحظت ان النظام المصري بيفرض قيود على سفر الشباب للدول اللي فيها اللي قد تكون فيها تجمعات شبابيه، ماجستير، في تجمع مسلمين في ماليزيا، اندونيسيا. هي دي الدول اللي انا عايز اقول عليها، وعم احاول افكر طب هو ليه فرض تصريح امني عليها؟ من العلاقات السياسيه مع الدول دي كويسه، كوريا الجنوبيه والاردن. طب احنا كوريا الجنوبيه والاردن دي عشان دي فري فيزا، تمام. فيجي حد يسالني طب هو ممكن يبقى تصريح امني لدوله عليها اساسا ان الدوله نفسها يعني عشان تدخل اليها بيبقى لازم فيزا؟ طبعا زي قطر، ما قطر لازم تصريح، لازم سيبك من التصريح الامني، لازم تاشيره. ايران نفس الحكايه، لازم تاشيره، بس طبعا عشان العلاقات السياسيه متوتره فلازم ايه تصريح امني. طيب ممكن واحد ياخد فيزا الدوله
وما يروحش لل وبسبب التصريح الدم الامني ما يقدرش يسافر. اه طبعا ممكن، يعني ممكن دوله من الدول 16 اللي انا يمكن مش فاكر الاعداد كلها، او من احنا ذكرنا اشهر الدول السلطات المصريه عامل على المصريين عليها تصريح امني، اللي زي مثلا قطر وايران وتركيا. ممكن دوله من دول تدي لك التاشيره وبسبب تصريحها ما تقدرش تسافر، وكان التاشيره دي لم يكن. خلاص، طبعا موضوع التصريح الامني انه حضرتك بتروح زي مجمع تحرير كده في مبنى الدور الاول، بتقدم على طلب انك انت عايز الاذن انك انت من مصر انك انت تخش الدوله دي، تمام. فطبعا هو بيقول لك صوره الباسبور ومش اسمك واستنى ايه قائمه، ولكن النظام بشكل عام قد يكون متعسف وما يديلكش تصريح امني. طبعا انا هذكر لكم على قصه شهيره لصديق، هو مش صديق ليا، هو حد مصري عنده 70 سنة، يعني المفروض ان هو سنه معدي الليمت اللي بيبقى المفروض عليه تصريح امني، ومع ذلك اخد رفض تصريح امني. الشخص ده عنده 70 سنة وهو اصلا مصري الجنسية ومعاه الجنسية امريكية، هو كان عايز يسافر ايران. لو هو سافر الباسبور الامريكي، ايران العلاقات السياسية متوترة وتقريبا متجمدة بين الولايات المتحدة وايران، فاستخدم الباسبور المصري، راح قدم على في السفارة الايرانية، راح قدم على تأشيرة فاخد الفيزا، وراني الفيزا، يعني ورالنا الفيزا كده، بس كانت مشكلته ان هو لازم ياخد تصريح امن من مصر. فضل راح مجمع التحرير قدم، قالوا له استنى، فضل يستنى اسبوع اتنين شهر شهرين، لدرجه انه الفيزا خلاص بقت اكسبايرد. راح بعت حد كده من امن الدوله، يعني بعت حد قابل حد في امن الدوله او حاجه زي كده، فقالوا له انه هذا الشخص تم رفضه امنيا رغم ان هو معدي 70 سنه، يعني حتى اترفض من غير ما حد يقول له والفيزا راحت عليه، تمام. طيب الفيديو ده انا عايز اتكلم في ايه؟ في الفيديو ده انا عايز اتكلم دلوقتي لو في كثير مننا هيروح مثلا دوله من الدول مثلا زي تركيا عايز يتفسح، مثلا قطر عايز يشتغل في مؤتمر طبي، في مؤتمر علمي، عايز يسافر دوله من دول زي اوكرانيا، زي هو مشكلته انه سنه 40 سنه وده سن الشباب يعني، وهو ملوش دعوه ومالوش اي توجهات سياسيه، ولكن ممكن يترفض امنيا. يعني مش لازم انك انت ترفض امنيا عشان ليك توجهات سياسيه، لا، انت مالكش توجهات، بس مجرد كده كمزاج كده للنظام راح ايه اترفضت. طبعا هو الفكره ايه؟ انه تصريح الامني لازم انه يسافر اي مطار مصري. طيب هنا في الفيديو بقى، ومعلش انا طولت عليكم، ازاي تتفادى تصريح امني؟ يعني في طرق انك تسافر الدول اللي عليها تصريح امني ومش عايز انك انت تخش في قصه التصريح امني وخايف انك تترفض وما صدقت انت خدت فيزه الدوله، ولكن ممكن تتفاداها بطريقه معينه، انك انت تسافر من مطار مش مصري، تمام. بمعنى عشان اختصر عليك الموضوع، انت مثلا راح مسافر تركيا وخايف من موضوع التصريح الامني، طب ازاي تسافر تركيا بقى؟ ما تسافرش تركيا من مصر، تروح تسافر دولة من الدول اللي ما فيهاش موضوع اكيد التصريح الامني والعلاقات كويسة جدا معاها، زي مثلا الامارات. يعني تسافر تركيا عن طريق الامارات، تروح تسافر دبي، طبعا دبي اسهل دولة عربية تقدر تاخد فيزا بتاعتها لان هي دولة سياحية، تمام، الامارات يعني. فتسافر دبي تقعد حوالي يوم او يومين، او ممكن تكون تقعد مثلا ترانزيت ولا حاجة وتحجز في ميعاد معين، زي مثلا انت وظيفر، انت مثلا وصلت مطار دبي مثلا هنطلع الساعه 6 مساء من توقيت الامارات، وطيارتك تطلع على اسطنبول توقيت الامارات الساعه 2 الفجر، فانت تقعد 6 ساعات في المطار او تتفسح بره البلد يعني كده ولا حاجه شويه، وتسافر على اسطنبول من غير موضوع تصريح امني. صح الموضوع هيكلفك شويه، بس هتتفادى قصه التصريح الامني لو انت ليك اسمه ايه ده، لو انت ليك يعني مصلحه ومهمه جدا لازم تقضيها ولازم تقعد فتره، قصه التصريح الامني دي هتعطلك، يعني تدفع يعني تكلفه شويه بس هتتجاوز القصه دي. نيجي للمثال الثاني اللي هي ايران. يعني ايران، يعني صاحبنا ده الراجل ده اللي اترفض التصريح الامني عشان يسافر ايران كان يعمل ايه؟ كان يسافر دبي برضو الامارات، ومن الامارات يسافر على ايه؟ على مطار طهران. هو طبعا في الامارات واحد مصري في دولة الامارات في دولة تانية هيقولوا لنا فين تأشيرة ايران لدخولك انت على الباسبور المصري؟ التأشيرة موجودة، مش هنا، مفيش هناك تصريح امني رغم ان هو مصري، لان التصريح الامني عبارة عن يعني زي ما احنا قلنا ايه، اذن سفر لمصري من مطار مصر. طب انت هتسافر مش من مطار مصر، خلاص. طيب ده مثال على ايه؟ تركيا
ومثال على ايران، الاثنين هتسافر من عن طريق الامارات. طب قطر مش هينفع انك تسافر قطر من الامارات، انت عارفين العلاقات بين قطر وتركيا، سوري العلاقات بين قطر والامارات متوتره. طب ازاي تسافر قطر من غير تصريح امني؟ هي دي بقى اللعبه بقى. هتسافر تسافر من مصر على بنين. بنين دولة أفريقية. طب هتقول لي اشمعنى بنين بالذات؟ لأنه بنين تقدر حامل جواز سفر المصري يقدر يخش بنين من غير الفيزا، تمام؟ فأنت هتسافر على بنين دولة أفريقية، تقعد فيها بتاع حوالي 10 ساعات، أو وده على حسب رحلتك من بنين أو من بورتو نوفا اللي هي العاصمة لغاية الدوحة هتبقى عاملة إزاي؟ خلاص؟ فأنت تسافر تقعد حوالي مثلا أو على حسب الترانزيت هيقعدك قد إيه في المطار، او حسب ميعاد رحلتك على الخطوط القطريه من بنين لغايه قطر تبقى قد ايه. وبعدين طبعا انت معاك الفيزا المفروض تخرج بره الدائره الجمركيه في شوارع بنين العاصمه الافريقيه، وتتفسح شويه وترجع تاني تاخد الطياره من خطوط على الخطوط الجويه القطريه الى ايه؟ الى الدوحه، وتقدر تسافر من غير تصريح امني. طب هدول انت المعلومات دي عرفتها ازاي، او ازاي ممكن اعرف الحجز بتاعه كده؟ من خلال موقع انا هنزلها لكم في العنوان ده، موقع حجز سفر اسمه ويجو WEGO تمام .EG. بتعمل سيرش على حجز خطوط الطيران من اي مكان لاي مكان، حتى لو انت مش قاعد مصر. يعني انت ممكن انك انت عن طريق الموقع ده تحجز طيران من مطار اسطنبول مثلا لنيويورك وانت قاعد في مصر. تصور يعني. ف ده حاجه كويسه جدا. من خلال الحجز بيقدر يطلع لك والله مثلا سي مثلا انت عايز تسافر الاربع قطر مثلا، انا عايز اسافر القطر، فبتشوف والله انا اسافر بنين، فيقول لك مثلا يعني الرحله من مطار القاهره الى بنين الرحله دي تقعد، هو على فكره الترانزيت ممكن يبقى 10 ساعات بس الرحله كلها 5 ساعات. يعني هو من مصر لبنين، بنين دي في غرب القاره الافريقيه جنب نيجيريا كده وبتاع، الرحله تقعد لها 5 ساعات، الترانزيت يبقى مثلا 10 ساعات او 11 ساعة بس وتاخد الخطوط الجوية القطرية من بنين تمام على الدوحة مباشرة، توصل هناك برضو في حوالي 5 ساعات كده. طبعا الموضوع ده هيكلفك مبلغ ممكن يعدي 20,000 جنيه تقريبا، 25-26,000 جنيه، بس دماغك هترتاح من موضوع تصريح امني اذا كان ليك مصلحة، ليك شغل ومحتاج تروح الدولة دي بأي ثمن، ومش عايز تستنى التصريح الامني، ومش عايز تستنى، وعندك الوقت عامل وقت مهم جدا وخايف انك تترفض، فتلجا للحل ده. فانا هحط لكم اسم الموقع الحجز بتاع السفر، وانتم تعملوا سيرش عايز تسافر من كذا لكذا، يجيب لك مواعيد خطوط الطيران والرحلات، عايز على رحله ايه، عايز على مصر الطيران، عايز على لوفت هانزا، عايز على مش عارف ايه، ويقول لك انت عايز تروح مثلا، تقول عايز اروح بنين بسيرش كده في الموقع، يجيب لك مواعيد الرحلات، وبتنقي ميعاد زي ما في الاكزامبل بتاع قطر، تشوف الخطوط الجويه دي يطلع امتى، بحيث انك انت تحاول تقعد في المطار اقل من 12 ساعه، ما تقعدش كتير، تاكل بره، تلف لك شويه هكذا، ترجع المطار تاني تاخد الرحله وتسافر هناك على طول. يا رب يكون الامثله دي عجبتكم، ويا رب يكون الشرح واضح، وانا مستني تعليقاتكم ومستني اقتراحاتكم. ولو في اي حد عايز يسافر اي دوله من الدول اللي عليها مشكله عليها تصريح امني يبعت لي في الكومنتات، ومستني تعملوا مسج، تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.